قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق أن البنك يدعم كافة القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال ما يوفره البنك من خدمات مصرفية تعمل على تأسيس المشروعات بالإضافة إلى دعم الفلاح. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الشمول المالي لقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية. الشمول المالي في قرى حياة كريمة مؤتمر انطلقت فعاليته بمحافظة القليوبية، والذي يهدف إلى مساعدة المواطنين الذين تشملهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الدعم لهم عن طريق المساعدة في تأسيس مشروعاتهم الخاصة من خلال الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري والمجلس القومي للمرأة. أعتقد أن احنا دورنا مش أن احنا نجمع فلوس، لا، احنا دورنا أن احنا نشغل الفلوس في ظل المنظومة الاقتصادية اللي أمر بيها فخامة رئيس الجمهورية عشان نعمل تنمية ريفية وتنمية اقتصادية. دورنا أن احنا نشتغل مع فلاحين مصر، مع عملاء مصر. صدقني احنا عايزين نعمل قيمة مضافة للمزارع، قيمة مضافة للزراعة، مستقبل مصر ومستقبل الشعب المصري في الزراعة. رائدات ريفيات بقرى حياة كريمة استفادوا من أوجه الدعم المقدمة من الجهات المعنية، كانت لهم العون والسبيل في تأسيس عدد من المشروعات. احنا في المجلس القومي للمرأة عاملين مشروع اسمه الادخار والاقراض الرقمي، ده عبارة عن مجموعة من السيدات بيتجمعوا مع بعض وبيحوشوا مع بعض، اسمه تحويشة، بمساندة المجلس القومي للمرأة. عندنا 5 قرى من قرى حياة كريمة مشتركين معنا فيهم، عندنا مشرفة وخمس ميسرات موجودين في كل قرية. مشروع دواجن، وانت في البيت تعملي دواجن وتبيعيها كده، ده مشروع معلمونا ازاي مكان خياطة، صابون، حاجات للبشرة، كريمات، كل واحد نفسه في مشروع نعمله احنا في البيت عادي. انا رائدة ريفية بوحدة صحية، احنا منطقة ارياف فني الجيش بتاع وزارة الصحة، انا اللي بوصل للبيوت، انا حلقة الوصل بين وزارة الصحة، فأي رسائل، أي تثقيف صحة، أي حاجة أنا اللي بوصلها للبيت. ومن خلال مبادرة البنك المركزي المصري رواد النيل التي أطلقها منذ عدة أشهر، ساهمت في دعم العديد من الأسر والأفراد من خلال وحداتها في معظم البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الزراعي المصري، وذلك لمساعدتهم في تأسيس المشروعات. في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتوالى الإنجازات بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، ليس على مستوى النهوض بالبنية التحتية فقط والرقي بها، ولكن تشمل أيضا تنمية الرائدات الريفيات بدعمهن على كافة المستويات. من محافظة القليوبية، رمضان المطعاني، التلفزيون المصري.